قط ماو الفرعوني، قط ماو المصري، قط له تاريخ طويل وله جاذبية كبيرة. وقد اكتشف القط المصري عن طريق النقوش والرسومات الموجودة على جدار آثار الفراعنة، مما يشير إلى مكانة هذا القط ومدى أهميته بالنسبة للقدماء المصريين، فقد عبدوه مثل الآلهة ووضعوا القوانين لحمايته وحنطوه بعد موته. والماو هو اسم القط باللغة المصرية القديمة، ولذلك يطلق على سلالة القطط ذات الأصل الفرعوني. فالقط المصري ينحدر من القطط المقدسة المصرية القديمة، ويرجع البعض أصلهم إلى 3500 عام على الأقل. ومما يميز هذا القط جمالا هو حمله لحرف M علامة على وجهه، وتسمى أحيانا علامة الجعل، وهو رمز إلهي عند القدماء المصريين. مميزات قط الماو المصري: ينفرد قط الماو المصري بأنه القط الأليف الوحيد المرقط طبيعيا، ويتميز بذكائه الحاد، وهو قط معتدل النشاط، ويعبر عن سعادته بالغناء بصوت ناعم، ويهز ذيله بسرعة كبيرة مع الضغط على قدميه الأماميتين. فقط الماو المصري يمتلك مميزات جسمانية وسلوكية تختلف عن غيرها من القطط. فقطط الماو تعشق الدفء وتتأثر كثيرا بدرجات الحرارة، وهي كذلك أكثر حساسية للأدوية والتخدير. وكذلك فترة الحمل عند الماو أطول من القطط العادية، ففترة الحمل عند القطط هي 65 إلى 67 يوما، أما عند الماو قد تصل إلى 73 يوما. الماو المصري يمكن أن يتم تدريبه، لكن مع بذل جهد أكبر عما تتطلبه بقيات الفصائل، وذلك بسبب كونه يقظ وحذر كثيرا، بالرغم من أن الكثير من الأطباء البيطريين ومربي القطط يتفقون على أنه من المفضل إبقاء القطط بالمنزل، إلا أن قط الماو المصري يحب الحياة في الخارج ويستطيع تفادي الخطر عكس القطط الأخرى بفضل سرعته الكبيرة وذكائه الحاد. قط الماو المصري نادرا ما يكون ضحية السيارات بالشوارع، بل على العكس نراه مشغول بإبادة الفئران والحيوانات الصغيرة التي تتواجد حول المنزل. قط الماو النمطي ليس اجتماعي مع مخلوقات غريبة عنه، خاصة القطط، فالماو يقتل القطط ويقاتلها التي تتطفل على منطقته بغير قوة، وكذلك يختفي عند ظهور إنسان غريب وصاخب بالنسبة له. وبهذا فقط الماو المصري ليس خيار جيد لمربي عادة يغيب عن المنزل لفترة طويلة. قط الماو المصري مهدد بالانقراض، حيث عدم الاهتمام بهذه السلالة من القطط النادرة تم تأسيس منظمة ذات أصول كندية افتتحتها سيدة كندية بمصر، ومقرها منطقة المقطم بمصر، تهدف جمع قطط الماو المصري العريقة المشردة من الشوارع وتصديرها للخارج. فإذا لم يتم الاهتمام بهذا القط فمن المؤكد أنه سيأتي اليوم الذي ستخلو فيه مصر من قط الماو، فسلالة الماو من أرقى سلالات القطط عالميا، وواجبنا كشعب أن نحافظ عليها. كيفية الاعتناء بالقط بشكل صحيح: أولا نظامها الغذائي، تأكل القطط بسرعة، وما يزعج القطط تناول الطعام البارد المثلج، كذلك لا تفضل القطط تكرار نوع الطعام يوميا، وأنواع الأكل التي تفضلها القطط بقايا الأكل كالعظام واللحم والخبز والبيض والجبن والأرز والخضار. وللتحذير لا يجب إطعام القطط أي نوع من أنواع الشوكولاتة، فهذا قد يؤدي إلى الوفاة، وذلك السبب يعود لعدم قدرة القطط على تذوق الأطعمة الحلوة. ثانيا التعامل معها، تحتاج القطط دائما أن نداعبها، وهذا يعني شعورها بالسعادة، ومن أكثر الحركات التي تحب القطط مداعبتها بها هي تدليك الرأس، لكن مع تجنب ملامسة يديها وزيلها وبطنها، كما يمكن اللعب معها بخيط تشده، وكذلك اللعب بالكرة فتستمتع بالنظر إليها وعلى حركاتها. ثالثا نظافتها، القطة تعتني بنفسها حيث تلعق جسدها لتنظيفه، إلا أنها تكره وتتجنب الماء بصورة كبيرة، لذلك يجب عليك أن تعود القطة على الاستحمام منذ صغرها. رابعا تدريبها على مكان الإخراج، يتم الحصول على رمل خاص لاستخدام القطة له عند الحاجة للتخلص من فضلاتها، ويتم توجيه وتدريب القطة منذ الشهور الأولى. وتعتبر القطة حيوان نظيف، فهي تقوم بالحفر في الرمل، وبعد الانتهاء تقوم بتغطيتها بعد الانتهاء من عملية الإخراج، ولا بد من تنظيف هذا الحوض باستمرار لتجنب انتقال الأمراض ووجود الجراثيم. ما هي اضطرابات القطط المختلفة؟ القط أو القطة من الحيوانات الأليفة التي يعشق العديد منا تربيته بالمنزل، وهي حيوان رقيق يحتاج إلى الرعاية والعناية الدائمة من جانب من يقوم بتربيتها، وقد تتعرض لبعض المشاكل أو الاضطرابات المرضية التي تتطلب عناية من نوع خاص، وأن يكون هناك من يداوي آلامه أو آلامها. فإذا كان هناك الطب البشري لعلاج الإنسان، فهناك أيضا الطب البيطري لعلاج الحيوان، ويظن الكثير أن هذه رفاهية، ويتجاهلون حقيقة أن الحيوان هو كائن حي تدب فيه الروح مثل الإنسان، ومن حقه أن ينال الرعاية الكاملة ليس فقط من طعام وشراب. وهذا كل ما لدينا لنقدمه لكم في حلقة اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وانشر الفيديو مع أصدقائك. مع تحياتي، في أمان الله.